مشاهدينا أهلا بكم إلى أخبار الخامسة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان ومن أبرز العناوين. تمديد فترة استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية إلى 18 من الشهر الجاري. مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الجديد يدشن في أكتوبر المقبل أولى معارضه التجارية. السلطنة تستعرض تجاربها في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية قرار تمديد فترة استقبال طلبات الترشح للانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية إلى يوم الخميس المقبل الموافق 18 من الشهر الجاري، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 11 من الشهر الحالي. وأكدت الوزارة للمواطنين الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية ممن تتوفر فيهم شروط الترشح التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني بعد تعبئة الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك مع إرفاق المستندات المطلوبة، مضيفة أنه لن يتم قبول أي طلبات للترشح بعد الموعد المحدد. يدشن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الجديد بمنطقة العرفان في شهر أكتوبر المقبل أولى معارضه التجارية باستضافته لمعرض البنية الأساسية، فيما تتواصل الأعمال في قاعة المؤتمرات الضخمة والفنادق المصاحبة للمشروع في مرحلته الأولى. المرحلة الأولى من مدينة العرفان وعلى بعد 4 كيلومترات فقط من مطار مسقط الدولي، يظهر مركز عمان للمؤتمرات والمعارض كأول المباني الجاهزة بالمدينة. يتصل به فندق جي دبليو ماريوت من فئة 5 نجوم وفندق كراون بلازا من فئة 4 نجوم، يطلان على محمية للطيور النادرة والمهاجرة. 600 غرفة فندقية تضيفها هذه المشاريع لقطاع سياحة الأعمال في السلطنة، ويتوقع أن يشهد شهر أكتوبر المقبل أول المعارض التجارية في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الجديد. سيضم المركز مجمعا للأعمال ومركزا تجاريا مع مساحات واسعة تلائم إقامة الاجتماعات بقاعات كبيرة مجهزة لاستقبال مختلف الوفود والعارضين. وعلى صعيد المؤتمرات يجهز المركز بمسرحين يتسع أكبرها لأكثر من 3200 شخص، 5 صالات للعرض على مساحة أكثر من 22,000 متر مربع بأحدث التجهيزات والتحكم والمؤهلة لاحتضان شتى أنواع الفعاليات والمهرجانات الكبيرة، مع مراعاة استخدام الطاقة النظيفة والإضاءة الموفرة للطاقة. ويمكن دمج القاعتين الأولى والثانية بحيث تتسعان لحوالي 10,000 مقعد على نمط المسارح، مع توفر المطابخ والمطاعم لراحة الزائرين. المركز يضم كذلك 20 غرفة اجتماعات معدة لاستقبال الوفود حتى 360 فرد، وقاعتين للأفراح و10 أجنحة للضيافة وأجنحة لرجال الأعمال وكبار الشخصيات، إلى جانب مواقف سيارات متعددة الطوابق تتسع لأكثر من 4,000 مركبة. استعرضت السلطنة تجربتها في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ضمن 9 تجارب عربية في سلسلة لقاءات التجارب الإدارية التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة. وتشهد السلطنة تجربة رائدة في هذا المجال وتسهيل الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين. عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية لقاءها الأول ضمن سلسلة لقاءات التجارب الإدارية الناجحة بمشاركة وفد من السلطنة. اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات بين 9 تجارب عربية ناجحة في استخدام التطبيقات الإلكترونية الحكومية في التعاملات اليومية. أول ملتقى لهذا العام بالنسبة للجامعة العربية ومنظمة التنمية الإدارية. الملتقى ده يهدف إلى أن الدول العربية تسهم بإنجازاتها في تكنولوجيا المعلومات حتى نستفيد جميعا من هذه الإسهامات والإنجازات. تجربة السلطنة الرائدة في مجال الخدمات الإلكترونية كانت موضع اهتمام من الحاضرين،
لدورها الفاعل في تنمية قدرات المواطنين ومهاراتهم في التعامل مع تقنيات المعلومات. طبعا جائزة سلطان قابوس لإيجاد في الخدمات الحكومة الإلكترونية مهمتها الأساسية هو في إحداث تحول نوعي في الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال تكريم المشاريع الرقمية التي تكون قدمت إنجازات وابتكارات استثنائية في مجال الحكومة الإلكترونية وفي مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، سواء كان مؤسسات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الحاضرون أكدوا أن الإدارة الإلكترونية تزيد من معدلات الشفافية والمساواة والسرعة في تقديم الخدمات. يذكر أن اللقاء تم بمشاركة من الأمم المتحدة ممثلة بالمكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات ومقره القاهرة. النجاح الذي حققته السلطنة في الخدمات الحكومية الإلكترونية جعل من تجربتها مثالاً يحتذى به في التجارب الإدارية العربية المختلفة. من القاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. سحر الشرب يشدو في مسقط بلحن العود للمرة السابعة. هنا الرائحة العالقة بالذاكرة تأخذنا دهشة مختلفة لتبهرنا بجمالها الآسر حيث ملتقى الأسرة. امنح نفسك شغف التجربة، فهنا حكاية الجمال لا تنتهي. مهرجان صلالة السياحي 2016 من 15 من يوليو إلى 31 من أغسطس. عمان، المحبة والوئام. أهلا بكم من جديد. كشفت وزارة النفط والغاز أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية لشهر يوليو الماضي بلغ 31 مليونا و 145 ألفا و 885 برميل، أي بمعدل يومي بلغ مليونا و 11 ألفا و 125 برميل. وأشارت الوزارة في تقرير لها أن إجمالية كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر يوليو الماضي سجل 26 مليونا و 141 برميل، وارتفعت الصادرات العمانية من النفط الخام والمتوجهة لجمهورية الصين بنسبة 88% من حجم الصادرات النفطية، فيما ارتفعت بشكل طفيف صادرات النفط الخام إلى كوريا الجنوبية واليابان ورومانيا. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر القادم 96 سنتا مقارنة بسعره يوم أمس. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان سجل 41 دولارا للبرميل، كما بلغ معدل سعر النفط العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل 43 دولارا و40 سنتا للبرميل، منخفضا بذلك 3 دولارات و20 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أغسطس الجاري. بعد أسبوعين من الحلقات العلمية المكثفة في مجال الإلكترونيات والطاقة الشمسية لمئة شاب وشابة من المبتكرين، اختتم مركز الاستكشاف العلمي دورته وسط حضور واسع من المهتمين. الدورة تأتي ضمن جائزة الرؤية لمبادرات الشباب. هؤلاء الطالبات ابتكرنا مظلات شمسية تستخدم بوجه الخصوص مبدئيا في نيابة الأشخرة، ليكملن تعميمها لاحقا في شواطئ السلطنة كمشروع تخرج من هذه الدورة. كانت فكرة مشروعنا عبارة عن مظلة شمسية تعمل على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، وذلك باستخدامها في الأجهزة الحديثة والمستلزمات أو الخدمات الأخرى، ولكي نبدأ هذه الفكرة لكي نبدأ مشروعنا في نيابة الأشخرة، وبذلك نعممها على شواطئ عمان. أما هؤلاء الشباب ابتكروا مركزا تعليميا للطاقة الشمسية يهدف إلى بناء قاعدة تعليمية في الطاقة المتجددة كمشروع تخرج أيضا من هذه الدورة.
مشروعنا هو عبارة عن مشروع مركز تعليمي العماني للطاقة المتجددة. يأتي هذا المشروع بناء على الطلب العالمي للحاجة لثقافة الطاقة المتجددة، فنحن هذا المشروع نحاول أن نوفر المختبرات التي نقوم في بها نقوم بوضعها في هذا المركز، بحيث أنها تلبي الطاقة المتجددة من طاقة الرياح، طاقة الشمسية، طاقة الأمواج، طاقة المياه. ومحطة انتظار الحافلات المكيفة تعمل على الطاقة الشمسية أيضا، كانت ضمن المشاريع لإحدى المجموعات المشاركة، وقد أطلق عليها محطة الانتظار الاقتصادية. هذه المحطة هي مزودة بالطاقة الشمسية عن طريق 6 خلايا. داخل المحطة نجد مجموعة من الكراسي المريحة، أيضا يوجد بها مكيفات للتبريد الهواء. أيضا في المحطة يوجد لدينا ثلاجة للماء وعدة شواحن. الدورة هذه تناولت في مجملها أساسيات الطاقة الشمسية وما تتطلبه من مستلزمات ومهارات في الطاقة المتجددة وكيفية استخدامها في الدائرة الكهربائية. هذه الدورة استمرت 5 أيام متتالية، ومع اختتامها هذا فقد اطلع هؤلاء الطلبة على آخر ما توصلت إليه العلوم في الطاقة الشمسية المتجددة. إبراهيم بن سالم الهادي من مركز الاستكشاف العلمي بولاية إبرا بمحافظة شمال الشرقية. يتسم جبل شمس بمناخه المعتدل خلال فترة الصيف، يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة خلال الفترة المسائية، وهو ما جعل الجبل الذي يعتبر أعلى قمة في السلطنة وجهة سياحية للعائلات وهواة الرحلات للاستمتاع بالأجواء المعتدلة. يتسم جبل شمس بطبيعته الجبلية الشامخة على ارتفاع يفوق 3000 متر، معادلا حوالي 12,000 قدم عن سطح البحر، ما يجعله أعلى قمة في السلطنة. هذه القمة هي سر التسمية بجبل شمس، حيث أنها أول نقطة تشرق عليها الشمس، كما أن هذا الارتفاع الشاهق جعل من المناخ ذا رونق يختلف عن الأماكن الأخرى. المكان صراحة جميل وهادي، الجو فيه جميل، الحرارة فيه منخفضة، والناس اللي فيه رايقة، يعني شيء جميل حقيقة. وايد عجبني، يعني ما توقعت انه راح يكون كذي. سمعت عنه اشياء بس بالحقيقة يعني وايد احلى الصراحة. حبيت المكان، حتى رحنا كذا مكان، مسقط والحين جبل شمس، وايد حبيتها، يعني كل مكان غير. وفي فصل الصيف يقصد الزائرين المكان نظرا لاعتدال درجة الحرارة فيه، فتتراوح في ساعات النهار في العشرينيات وتنخفض إلى ما دون 20 درجة في ساعات الليل. مكان جميل جدا، ممكن الطلوع على الجبل شوية صعب، بصراحة يستحق، لأن خصوصا بوقت الصيف مكان يعني في المناطق تحت شوية تكون حر، بس هنا صراحة الجو فظيع، وحتى الطبيعة بشكل عام جميلة جدا. السالك لطريق الصعود إلى جبل شمس يلاحظ التكوينات الصخرية المختلفة، وكذلك نمو النباتات الجبلية على سفوحه، وما أن يصل الزائر إلى قمة الجبل حتى يتنفس عليل الهدوء والنسمات الباردة، ليصبح المكان وجهة للعائلات وهواة الرحلات للاستكشاف والاستمتاع بمكنونات المكان. اليوم جيت مع ربعي عشان هم لهم زيارة لهذا المكان لأول مرة، واستمتعوا وقضينا الحمد لله يوم جميل جدا، وهذا الجو والناس والفرحة وكذي. وبين سفوح هذا الجبل يكون الوقوف على هذا الفالق الصخري الذي يعتبر من أكبر الفوالق في العالم باعثا للتأمل. الطبيعة الجبلية البكر تزينها درجات الحرارة المعتدلة نهارا والمنخفضة ليلا، تجعل المكان مقصدا للزائرين ومحطة استرخاء لهم. من جبل شمس بولاية الحمراء في محافظة الداخلية، موسى بن جعفر اللواتي. سحر الشرق السابع حفل نظمته الجمعية العمانية لهواة العود لأعضائها المجيدين في نادي الواحات بمسقط، قدموا خلاله عرضا فنيا أبهر الحضور بمستوى الأداء وأمتع ذائقة الحضور بسحر الموسيقى.
مقطوعات شرقية وعربية وأجنبية وأكاديمية في عزف مشترك بسحر الشرق مع عدد من الفنون التراثية العمانية وبمصاحبة أعمال خليجية. سحر الشرق هي فرصة للشباب لتقديم تجاربهم الموسيقية وعطائهم الفني وما تعلموه من خلال تواصلهم مع الشباب، تواصلهم مع الجمعية، تجاربهم مع ورش العمل، مع العازفين، مع الموسيقيين الكبار سواء داخل أو خارج السلطنة من خلال فعاليات الجمعية. مواهب واعدة لمستقبل مشرق في العزف على العود بدأت منذ الصغر، فاكتسبت بالممارسة والتدريب مهارات فنية. المشاركون بالحفل نسجوا خلاصة تجاربهم في مشاركات داخل السلطنة وخارجها، حصلوا منها على جوائز محلية ودولية، ولجمعية هواة العود الدور الفاعل في ذلك. يوسف الويهي أول عازف آلة عود عماني يعزف بصحبة الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية. هذا تراثنا ولابد أن نحييه بأي نوع من كان، يعني ممكن أن نضيف فيه شيء، ممكن أن نخليه مثل ما هو، ولكن أنت عارف من جيل لجيل يختلف كل شيء، فكل ما تطور شيء ممكن أن نضيف في تراثنا يعطي ذوق ثاني مختلف عن الماضي. أمل وقار فقد بدأت تعلم العزف على آلة العود في سن 15، فاكتسبت وطورت مهاراتها وبدأت تمزج في تأليفها الموسيقي بين الشرق والغرب. حفل سحر الشرق هذا يعتبر فرصة ذهبية للموسيقيين خاصة المبتدئين منهم، وذلك لتواصلهم مع المختصين في مجال الموسيقى والأوركسترا والذين يعزفون باحترافية عالية. تعرف هذه الموسيقى العمانيين بمختلف الألوان الفنية، كما إنها تشجعهم لحضور الفعاليات وتذوق الحفلات الغنائية. عزف على مجموعة من المؤلفات الموسيقية نتيجة خبرات تراكمية لمشوار مع آلة العود أثمرت عطاء الإجادة. ألوان فنية عزفت بأوتار من الجودة في المستوى والأداء أظهرت الموهبة في التأليف والتلحين وأمتعت ذائقة الحضور بسحر الموسيقى. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. النشرة انتهت. هذا تذكير بالعناوين: تمديد فترة استقبال طلبة ترشح لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية إلى 18 من الشهر الجاري. مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الجديد ينشن في أكتوبر المقبل أولى معارضه التجارية. السلطنة تستعرض تجاربها في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة. وفي ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، إلى اللقاء.